بصوا يا جماعة، القرمشة النيشة عاملة السمك ازاي. بصوا الجمال، اعملوا السمك بالطريقة دي وهيعجبكم جدا. يفضل مقرمش لآخر حباية. يلا بينا نشوف كده مع بعضينا الأكل اللي احنا عملناه النهاردة دوت، ونشوف هنعمله ازاي. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة ده؟ احلى سمك اللي هو الأسواني. تعالوا نشوف السمك الأسواني بيتعمل ازاي. السلام عليكم، ازيكم حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي خير وفي صحة وفي سلامة وسعادة. قبل ما نيجي نشوف وصفتنا النهاردة، نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده سمك أسواني زي ما انتم شايفين كده، أقل سمكة 2 كيلو، كيلو ونص، متقلش عن كده، تمام. السمك الأسواني دوت بيتجاب ويتفتح من الظهر، هنغسلها حلو قوي، وبتتقطع جزل، بس انا مش هقطعها كبير كده، هقطعها كده، بيبقى عامل زي الفلي. هو ده السمك اللي بيتعمل الفلي، السمك الأسواني، البولتي الأسواني. هنمسكها نغسلها حلو قوي بالليمون والملح، ونظبطها ونحيقها بقى كده مع بعضينا، ونعمل لها خلطه حلوه ونقليها، ونعمل شويه رز مع شويه سلطه، وتبقى احلى اكله زي ما انتم شايفين كده. السمك الاسواني ده حلو قوي قوي قوي، واللحم بتاعه جميل. ده سمك بلدي، سمك بلدي يا جماعه، الاسواني سمك بلدي. يلا بينا بقى نغسلها كده وننقعها ونعملها كده مع بعضينا. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وكومنت، وتفعلوا جرس قناتي، قناة يوميات لولو الاهلو، عشان يوصل لكم كل جديد. دلوقتي انا خلصت عمايل السمكة وقطعتها زي ما انتم شايفين جزل كده، قطعت لي عملت لي 12 قطعة. السمكية دي كيلو وحاجة بسيطة، تمام، 12 قطعة زي ما انتم شايفين كده. عندي بقى الرأس، لو حد حابب بقى يعملها في تغذية يقليها ويحطها في تغذية كده، بصل وقوطة، بس انا ما عنديش حد هياكلها، فانا طلعت كل اللي حواليها خدته وهرمي دوت، مش هستخدمه، خلي القوطة بقى الايه تسترزق وتاكل القطة، تمام. دلوقتي بقى هنسيبه منقوع في الخل، الملح، الليمون، بس ما بحطش اي حاجة تاني. هروح بقى كده اجيب شوية كمون وشوية خل وشوية ملح صغيرين، وبعد ما اشتفه احطه فيها انقعه فيها قبل ما اقليه، تمام. وهعمل رز ببصل وسلطه خضراء، وممكن سلطه طحينه، فمش عارفه اعمل سلطه طحينه ولا لا، اما نشوف. ولو في بقى جرجيريه كده، بقدونسايه، الخضره حلوه قوي جنب السمك، تمام. ما شاء الله حلوه وجميله الجزر، شوفها عامله ازاي. السمك ده حلو قوي، سمك اسواني، اسمه سمك اسواني جزل، جربوه وهتدعوا لي. هنا بقى عملنا ايه الخلطه بتاعت الحشو بتاعت السمك، عباره عن كمون وملح وفلفل حار، تمام، وتوم. طبعا التوم ده اساسي، يعني بنحط في الصين كده مش كتير. وهبتدي احيقه بقى واسيبه، واخش اعمل الرز ابو بصل الجميل بتاعنا. كبروا يا جماعه، كبروا، التكبير والتهليل اليومين دول حلو قوي. كل عام وانتم بخير، احنا في العشر ذو الحجه، يا رب كده السنه جايه على عرفات، يا رب كتروا من التهليل والتكبير الايام ديت. كل سنه وانتم طيبين. دلوقتي بقى ابتديت اعمل الرز بتاع السمك، تمام. جبت حله وحطيت فيها زيت، مش سمنه، زيت، تمام، وخرطت فيها بصلايه عشوائي كده، والرز اهو هغسله وهنزل بيه. ده الدقيق اللي هقلي بيه السمك، تمام. اللهم بارك، صل على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. كبروا يا جماعه وكتروا من التكبير والتهليل الايام العشر بتوع ذو الحجه دول، عشان فيهم فايده كتير، تمام. الطاسه دي بقى عزيزه عليا صراحه، اللي مالوش قديم مالوش جديد، بحب اقلي فيها السمك، مش عارفه ليه، مع ان عندي جديد والله كتير، وجايبه يعني حاجات كده نظيفه وسيراميك، وجايبه جرانيت، وجايبه تيفال، وعندي كل حاجه، بس بحب الطاسه دي قوي. انا كنت جايباها تيفال بس مش عارفه ايه اللي حصل لها. هنا بقى الخضره بحب انقعها كده واغسلها واسيبها تتنقع مع نفسها ايه شويه، كل شويه بغير لها الميه. هروح اغسل الرز بقى وانزل عليه على البصل، وبعد كده هبتدي اقلي السمك. وهنا صح الطحينه، كان عندي بطرمان طحينه حاطه فيه ميه سخنه، واحط شويه كمون مع علبه زبادي، بحب ازودها بالزبادي بتبقى حلوه قوي. وهعمل برده سلطه خضراء. بصوا يا جماعه درجه البصلايه
عايزاها تتحمر كده عشان يديني اللون البني، عشان الرز بتاعي يبقى لون بني. احمرها، ادوس عليها في التحمير شويه قبل ما تتحرق بحاجه بسيطه. اه والله زي المكرمله كده، انا مش بهزر ولا بضحك، انا بتكلم جد. قبل البصله ما تتحرق بحاجه بسيطه. والكمون بقى، بصوا كمون، شوف عامل ازاي الكمون بيديها اللون ازاي، والملح على حسب ما انت عايزه. وهنعمل حركه حلوه قوي عشان نشوف بقى الميه مظبوطه ولا لا. طبعا نحط ميه من الكاتل، ميه مغليه، المعلقه لو وقفت كده يبقى الرز بتاعك مظبوط، مالت شمال او يمين يبقى الميه كتير، يبقى نشيل منه شويه. تمام كده بقى الرز بتاعنا اهو استوى، بصوا اللون بتاعه بني بني، الله الله على الفلفله والجمال. بصوا مفلفل وجميل وحلو ازاي. خلاص كده غلي، هديت عليه النار، استوى كده خلاص. تمام عندي الزيت هنا بسخنه حلو قوي، عندي هنا المناديل ديت، مناديل المطبخ، حطيت عليها خضره شبت وبقدونس، الشبت بيدي ريحه وطعم حلو قوي للسمك. عندي هنا بقى اللي هقلي فيه، هجيب الطبق ده هنا كده، ده دقيق ونشا. اللي عايزه السمك يبقى مقرمش، اللي عايزه السمك يبقى مقرمش، نحط معلقتين نشا على 5-6 معالق دقيق، ويكون الزيت عندي بيعمل كده، نقول بسم الله كده، هيديك السمك قرمشه وطعم جنان. بصوا كده خلاص. الطبق ده بقى بتاع التقديم، انا عملت السلطه الخضراء حطيتها في التلاجه، ده مكانها. كل عام وانتم بخير، ويا رب كده يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. الطاسه دي بقول لكم غاليه عليا بجد بجد، الطاسه دي غاليه عليا جدا جدا جدا. ناخد حتتين فيليه، نقليهم برضو، في حبة هياكلوا دلوقتي وحبة هياكلوا لما المغرب تبدا، عشان في ناس صايمة. اللهم تقبل منا يا رب. النهارده أول يوم في زين الحبة، هنقلي بقى. في ناس بتحب السمك ده عندي سخن، يطلع من الطاسة وهم قاعدين على السفرة، يطلع من الطاسة يتاكل على طول. بس هعمل نص الكمية والباقي بقى على الفطار، عشان الناس اللي صايمة أكتر من الناس اللي فاطرة. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الاعمال. ممكن بقى ايه اعمل ايه، اتبله. تمام اتبله حلو قوي. صلى على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. واسيبه زي ما هو كده في الضيق في الثلاجه، يعني كده فاضل ساعتين على المغرب او ساعتين وي. تمام اسيبه بقى في الطبق كده في التلاجة، لما اعوز ايه اقليه اروح مطلعه. جربوا النشا مع الدقيق هيديله قرمشه، يديله حاجات حلوه قوي، هوريهولكم دلوقتي. كده خلاص زي ما انتم شايفين كده تبلنا السمك بتاعنا، وهنحطه في التلاجة على الآلية لما أذان المغرب يأذن نطلعها. دلوقتي خلاص مش عايزة ديت. طيب صلى على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. سيبه بقى لحد ما يتقلي حلو ويتقرمش، وأطلعه على المناديل وعلى الخضرة. إيه رأيكم بقى يا جماعة في الجمال والحلاوة ديت؟ إيه رأيكم؟ يلا بقى نقدمه كده لولادي كده مع بعضنا، اللي هما ايه هياكلوا دلوقتي. اهم من الاكل يا جماعه زي ما قلنا قبل كده مليون مره تقديم الاكل. لما بتطلعي السمك على الخضره برضو حاجه، بصوا بيبقى حلو جدا ومفيد جدا. مش دعوه بالمطبخ، ما تبصوش على المواعين اللي بيحط. اهم من الاكل بقى تقديم الاكل زي ما انتم شايفين كده. كده الاكله بتاعتنا خلصت النهارده. السمك الاسواري بتاعنا بصوا مقرمش وجميل، النشا مخليه مقرمشه خالص،
عندي سلطة الطحينة بالزبادي والمايونيز، عندي السلطة الخضراء، عندي الرز اللي بالبصل. بصوا أهم من الأكل تقديم الأكل، عملنا لهم شجرة في النص. العيش طبعا لزوم الأكل. يا رب تكونوا استفدتوا معايا النهاردة في الفيديو الجميل دوت، وما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وكومنت وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو آخر إن شاء الله. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم؟ إيه رأيكم؟